السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده زي ما وعدتكم ان انا هعمل فيديو عن ازاي ترجع الايميل بتاعك على الفيسبوك لو نسيت كلمة السر بطريقة سهلة جدا. فانا قبل ما نبدأ الشرح دلوقتي بطلب منك تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت جديد في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة، لان ده بيشجعني وبيحفزني على ان انا اكمل واقدم لكم حاجات كتير. هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده نبدأ ونشوف هنعمل في الشرح. اول حاجة نفتح التليفون بتاعنا، لو انت فاتح من تليفون اندرويد او من ايفون عادي، الاتنين مفيش مشكلة فيهم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح متصفح جوجل كروم، تمام؟ بعد كده هنيجي هنا نكتب جوجل، هنيجي هنا نكتب فيسبوك، تمام؟ تسجيل الدخول، بعد كده نضغط على تسجيل الدخول الى حساب اخر. هنا يجي يقول لك رقم الهاتف المحمول او البريد الالكتروني على حسب. لو انت عامل الايميل بتاعك ببريد الكتروني او برقم هاتف، اكتب اي حاجة منهم براحتك، تمام؟ انا كده كتبت البريد الالكتروني بتاعه زي البريد الالكتروني بتاعي زي ما انتم شايفين بتاع الايميل، تمام؟ وزي ما قلت لك لو برقم هاتف اكتبه برضو او ببريد الكتروني مش هتفرق. هنيجي هنا عند كلمه السر، هنكتب طبعا اي حاجه، اي كلمه سر، نضغط على تسجيل الدخول، تمام؟ معايا لحد هنا؟ نستنى بعد او جاب لك ايه كلمة السر غير صحيحة، هل نسيت كلمة السر؟ تمام، اللي هي مكتوبة بالأحمر فوق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي تحت كده هنا على هل نسيت كلمة السر، تمام؟ انا قربت اهو عشان تشوفوا الكلمة دي، تمام؟ هنضغط عليها، هيجي هنا يقول لك تلقي رمز لإعادة تعيين كلمة السر، ارسال الرمز في رسالة SMS، فانت هو معلم عليها، فاحنا بنعلم عليها كده اهو. او ممكن يجي يقول لك مثلا لو انت برضو عامل على البريد الالكتروني، ممكن يجي يقول لك ارسال رساله للبريد الالكتروني، وتفتح البريد الالكتروني بتاعك على الجيميل، وبرضو لو انت عامله على جيميل او عامله على ياهو، لو عامله على ياهو بتفتح من على ياهو وبتلاقي الرساله جات لك هناك، عامله على جيميل بتفتح من على الجيميل وبتلاقي الرساله جات لك هناك برضو، او برضو حاطط رقم الهاتف بتاعك بيجي لك اختيارات. فاحنا دلوقتي جالنا ان احنا ممكن نجيبه عن طريق الرقم الهاتف، فهنضغط ايه على التالي، هو معلم، هو كده معلم العلامة دي على رقم الهاتف، تمام؟ ارسلنا رمزك الى الرقم ده اللي انت عامل بيه الايميل بتاعك، تمام؟ هيجي لنا رسالة دلوقتي على التليفون، تمام؟ هي الرسالة جات لي دلوقتي، هنحطها هنا في المربع اللي موجود قدامنا ده اللي هو بيقول لك يرجى ادخال الرمز المكون من 6 أرقام. انا هدخلها دلوقتي اهو، تمام كده. بعد كده هنضغط على التالي، وبيقول لي الرقم غلط، ماشي. اسف انا شفت رقم غلط، بس نضغط على التالي، هو بيقول لك انشاء كلمة سر جديدة، فانت كده بتغير كلمة السر بتاعتك، تمام؟ يعني بقى كلمة سر براحتك جديدة. بعد كده تضغط على التالي، تمام كده. كده انت عملت كلمة سر جديدة والايميل فتح معانا اهو ومفيش اي مشكلة، تمام؟ وكده انا انتهيت من شرح الفيديو، واتمنى اكون افدتكم، وكل اللي شاف الفيديو ده يقدر يطبقه بكل سهولة. واي حد عايز يسأل على اي استفسار او اي سؤال يسيبولي في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا ليكم.